طبعا بكل تأكيد هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير اللي بيؤكد ان مصر تقف دائما دعما للقضية الفلسطينية على كل المستويات السياسية والرسمية وايضا الشعبية. بنتكلم في مائدة افطار تم تنظيمها في سيناء بدون طعام، لان الطعام رايح لاهالينا في غزة وده الاهم دلوقتي، دعمهم في هذه المرحلة. وزي ما كنا بنقول على كافة المستويات يا الاكل كان اتعمل بشكل حلو خالص، اتجهز وتعلب وتغلف وراح سخن ومطبوخ. يا خلينا نتابع مع بعض ازاي الاكل وصل. المائدة كانت بطول 8 كيلو متر على شاطئ العريش، وتم الاكتفاء بتناول التمر وتوزيع المياه لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن معاناة أهالي غزة مش بعيدة عن أشقائهم المصريين، وأن الجهود الحكومية والشعبية هتفضل مستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة. أهلنا أولى مننا، بمعنى احنا كل السنه اللي فاتت كنا عاملين فطار بطوله 9 كيلو وكان الفطار موجود والناس كلها بتفطر وتمام التمام. السنه دي قلنا لا، الفطار ده يروح لاهلنا في غزه واحنا هنفطر بتمره ببق ميه على السنه، والنبي وصى سبع جار وهم جيراننا، ودي مسؤوليتنا الاولى والاخيره تجاه اخواننا في غزه. ومن منطلق هذا المعنى ان احنا لازم نكون متضامنين معاهم بكل ما ياتينا من قوه، والحمد لله تم ادخال الوجبات عن طريق الهلال الاحمر ووصل بسلامه الله، وان شاء الله يفطروا في امان الله. التجمع النهارده ده يدل على ان احنا بنقول لغزه وفلسطين ان احنا اخواتكم في مصر بيساندوكوا ومعاكوا وفي ظهركوا. دي رساله بنوجهها ليهم ان احنا ما بننساكوش ابدا، انتوا معانا في كل لحظه وبنشعر بالمعاناه بتاعتكم في كل دقيقه وكل ثانيه. وان جينا بنيجي من القاهره واللي جه من محافظات ثانيه النهارده عشان يشارك في الحشد الكبير ده والتجمع الكبير ده، ده جاء علشان يقول لهم احنا بنحبكم واحنا معاكم. الحمله ديت تضامنا مع اخواتنا في قطاع غزه. طبعا الحمله ديت عملناها امبارح 100,000 وجبه سخنة، منها وجبة فطار وجبة سحور. فطبعا الوجبات دي دخلت النهاردة قطاع غزة، إخواننا في غزة النهاردة بيفطروا مع الوجبة دي، وإحنا النهاردة بنفطر تمر ولبن أو تمر ومية أو تمر وعصير تضامنا مع إخواتنا الموجودين هناك. مشاركة في الفكرة الرائعة إفطار بدون طعام تضامنا مع أهلنا وإخواتنا في قطاع غزة، والحمد لله تم تسليم الوجبات لقطاع غزة النهاردة صباحا، وأكثر من 100,000 وجبة. وإن شاء الله إن شاء الله دايما الشعب المصري بقيادته السياسية بكل طوائفه مع أهلنا وإخواننا في قطاع غزة. بسم الله ما شاء الله، النهاردة رمضان بيجمعنا كلنا بين مصر وسيناء وغزة، فكل سنة هم طيبين وكل سنة إن شاء الله والامور تبقى طيبه ومصر في احسن حال، طبعا بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الدعم من جمهوريه مصر العربيه لاشقائنا في فلسطين في شهر رمضان المعظم، مائده كبيره تليق بكل الدعم ورساله دعم كبيره جدا للاشقاء في فلسطين. افطار و100,000 وجبه اليوم تم تقديمهم الى الافطار والمشاركه ما بين المصريين والفلسطينيين في دعمهم، وهي رساله ثقه ان دائما الشعب المصري في ظهر الشعب الفلسطيني في كل محنه، وامه عربيه واحده يجمعهم شهر رمضان المعظم، ودائما كل التوفيق. من خلال المائده تم ارسال 100,000 وجبه للاهالي في قطاع غزه بمشاركه عدد كبير من اهالي محافظه شمال سيناء، وده بالاضافه لاستمرار جهود مصر من بدايه شهر رمضان في ارسال عدد من وجبات الافطار والسحور يوميا لقطاع غزه، وكمان توفير وجبات افطار للمصابين واسرهم المرافقين في مدينه العريش. بوصل رساله لاهلنا في غزه، بقول احنا الشعب المصري وعامه وشعب سيناء خاصه معاكم في هذه المحنه، وربنا يعني بنقول لهم احنا بنوصل الرساله دي، احنا متضامنين معاكم قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، شعب اهل غزه، الشعب اللي يعني اللي هم بيعانوا اشد المعاناه. نحس بشعورهم، نحس اللي هم اللي عاشوه ومش قادرين ياكلوا. فدي الحته دي مش المقصود بها اكل ولا لا، المقصود بها انك تعيش اللي هم عايشينه. شمال سيناء كلها عن بكره ابيها النهارده طلعت تقول النهارده ان احنا مع غزه قلبا وقالبا. رساله مصريه مهمه من قلب ارض الفيروز بشمال سيناء للاشقاء في غزه، بمواصله الدعم الحكومي والشعبي
وكمان مواصلة الجهود السياسية لحين انتشار الأمان والسلام في قطاع غزة. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.